باب من سب الدهر فقد آذى الله. انتبه أخي، الكلام عليكم الآن، انتبه أمرك لله حتى تحذر أصحابك. باب من سب الدهر، سب الدهر، سب الدهر أو الكلام على الدهر ينقسم. أي إنسان يتكلم عن الدهر، الكلام عن الدهر على ثلاثة أقسام. الأول يعني يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هذا اعتقاد أهل الجاهلية، شرك أكبر مخرج من الملة. انتهينا؟ هذا الأول. الثاني أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو قليل. دقيقة واحدة أوقف. اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المصرف والآمر للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره. مثال، يقول لزوجتي، يقول والله لن أنسى، إن أنسى فلن أنسى أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك. صح ولا لا؟ يوم أسود، ما عندنا يوم أسود ويوم أبيض، صحيح؟ في كل الأيام فيها أشكال وفيها كذا، وأنت تفاعل يا أخي، ليش يقول أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك؟ يصح؟ هذا محرم وسفه ونقص في العقل. هذا القسم الثاني، أول شرك أكبر، الثاني محرم سفه ونقص في العقل، يعتقد أن الله هو الآمر سبحانه وتعالى المصرف للدهر، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره. ومسبة الدهر كثيرة جدا، صح؟ يوم أسود وكذا المهم، ويسب ويلعن الأيام والليالي. طيب الثالث خبر محض، خبر محض، يقول هذا اليوم شديد البرد، والله يا أخي سكر شوية الكيفان، هذا يوم شديد البرد شديد الحر، هذا يوم عصيب، يصح تعبنا من برد وحر هذا اليوم، لا إشكال، خبر محض. مثل سب الدهر سب الريح. بعدين الباب الأول سب الدهر، الباب الثاني سب الريح، أن يسب الريح على اعتقاد أنه مؤثر بلاده، شرك أكبر. يسب الريح على اعتقاد أن الله هو الآمر لها، لكن لأن حدث له أشياء يسبها الآن، هذا سبه نقص في العقل محرم. الثالث خبر محض، يقول هذه الرياح رياح شديدة عاتية قلعت الأشجار وخربت الديار، إنا لله وإنا إليه راجعون. يصح؟ يصح، لا أشكال. بابين أخذنا الآن، دهر والريح. الدهر هل هو من أسماء الله؟ لا، ما يمكن يكون الدهر من أسماء الله. لو كان الدهر من أسماء الله كان اعتقاد الجاهلية اعتقاد صحيح، إنهم قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما أهلكنا إلا الدهر، صح؟ الآية ترد عليه، الحديث يرد عليه، لأن قول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الدهر، يعني مقلب ومصرف والآمر له، والذي يقول أن الدهر من أسماء الله هذا لا يعرف أن أسماء الله مشتقة وليست بجامدة، والدهر اسم جامد وأسماء الله حسنى. الرابع، من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا، مفهوم؟ ما معنى وأنا الدهر أي مقلب ومصرف والآمر له؟ يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم. باب التسمي بقاضي القضاء ملك الملوك حاكم الحكام باللغة العربية، شاهان شاه باللغة الفارسية مثلا، بأي لغة. لماذا؟ لماذا جاء بهذا الباب؟ لأن هذا تعدي على جانب الربوبية، وقلنا هذا الكتاب ركز في المؤلف على الألوهية ولم يتجاهل الربوبية، تعدي على لأن على الله سبحانه، أن ملك الملوك وحاكم الحكام هو الله سبحانه وتعالى. لكن قالوا يصح إذا قيد بزمان أو مكان أو طائفة. تقول قاضي قضاة القرن السابع الهجري ابن حجر العسقلاني رحمه الله مثلا، يصح لأن قضاء الله لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان، لكن قال الأفضل والأولى أنك لا تقول هذا، لأنه ممكن مع كثرة الاستعمال يقول قاضي القضاة ولا يذكر التقييد القرن السابع، مفهوم؟ كذلك شيخ الإسلام يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول حتى تلقيب بعض الناس بشيخ الإسلام يقول هذا لا نحتاج لهذا، وأحق
من يوصف بهذا الوصف هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن أصبح هذا لقب لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ نعم. وعندما حصل النقص في بعض المتأخرين أرادوا أن يرفعوا النقص بماذا؟ بالألقاب. أرادوا أن يرفعوا النقص بإيش؟ بالألقاب. قال وبعضهم يلقب بنور الدين وهو ظلامه، ومحيي الدين يعني ابن عربي، ابن عربي النكرة الكوفي، الصوفي النكرة. والبقاعي ألف كتابا سماه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، الصوفي النكرة، ابن العربي إمام من أئمة المالكية، ابن عربي نكرة، محيي الدين هو مميت الدين. ولهذا الصحابة رضوان الله عنهم ما احتاجوا إلى ألقاب. النووي رحمه الله لقب بماذا؟ ها؟ شرف الدين. قال النووي لا أجعل في حلم، لا أجعل في حلم، يعني لا أسامح من لقبني بشرف الدين. لا يريد من؟ إمام النووي، قلنا أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله رياض الصالحين، قال لا أجعل في حل. السلف ما احتاجوا إلى الألقاب. مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في القديم لا يوجد جوالات، لا يوجد هواتف إلا في أماكن محددة، يعني مكتب المفتي، بعض الأماكن الشركات الكبيرة. فمحمد بن إبراهيم عنده مشكلة في البيت في السباكة، واتصل قال اتصلوا على هذا المركز المؤسسة، في فلان من الناس يعمل في السباكة أريد يعني يأتينا للبيت. فاتصلوا على المؤسسة وقالوا أين فلان؟ أكلم هاتف. فجاء إلى الهاتف وبدأ يكلم من؟ يكلم المفتي محمد بن إبراهيم. فالشيخ محمد بن إبراهيم يكلم هذا يقول لي يا فلان أبغاك تجيني اليوم البيت تصلح عندي في عطل في السباكة. قال طيب حاضر، من أنت؟ قال أنا محمد. قال من محمد؟ قال محمد بن إبراهيم. قال ما أعرف محمد بن إبراهيم، من أنت؟ قال بيتي في الدرعية في مكان كذا. قال لا أعرفك، من أنت؟ قل من أنت وأغلق الهاتف. قال يا أخي محمد بن إبراهيم. قال ما أعرف. قال يا أخي اللي يقال عني المفتي. قال سيدنا الشيخ مولانك. ما أراد أن يقول إيش؟ المفتي. واليوم بعض الناس قال سماحة الشيخ فلان بن فلان فضيلة. والله صدق قصة يحكيها الشيخ العصيم حفظه الله، تقول قاضي من القضاة جاء له رجل بصك مكتوب في القديم الصكوك ملكيات الأرض، الأراضي والعمائر والقصور تكتب بخط اليد، فالصك هذا مكتوب بخط الشيخ والشيخ مات إثبات ملكية. القاضي هذا نظر في الصك قال هذا الصك مزور. سبحان الله، هذا الرجل اللي معه الصك قال كيف مزور؟ قال مزور السلام، روح برا. قال طيب كيف أثبت أن هذا الصك غير مزور؟ قال ارجع إلى طلاب الشيخ، تحضر ثلاثة أو اثنين من طلاب الشيخ يشهدوا أن هذا خط من؟ القاضي فلان اللي مات. راح هذا ذهب الرجل وجاب اثنين من طلاب هذا القاضي اللي مات اللي كتب الصك، جاء الطلاب وشهدوا أن هذا خط من؟ خط القاضي هذا اللي توفي، وشهدوا بهذا أمام القاضي. القاضي قال لا مزور. المهم قال راجعين بعد أسبوع. جاءوا بعد أسبوع وكان المهم القاضي قال لهذا الرجل قال اتق الله، والله إذا تعترف بالتزوير أنا لا أصنع لك شيء وأنسى القضية.
لكن والله هذا مزور. فقال صدقت، 3 سنين أنا أتدرب على خط القاضي هذا الذي مات. كيف اكتشفت؟ قال في آخر الصك كتب الشيخ. قال القاضي لا يكتب الشيخ، لا يكتب إيش؟ الشيخ لا يكتب، قل القاضي قاضي، وما يكتب ماذا؟ الشيخ. هذا من؟ هذا القاضي. قال هذا الذي إيش؟ كان سببا في تزوير، ان كتبت الشيخ ولا يعرف هؤلاء ان يقول انا فلان او انا كذا. نعم، اسماء الله سبحانه وتعالى عندنا اسماء مختصه بالله لا يسمى بها احد، وان سمي باحد لا بد ان يغير، الله ورب العالمين والرحمن، ما يمكن ان يتسمى بها احد. وعندنا اسماء غير مختصة بالله يصح التسمي بها على أنها أعلام محضة، فإن قصد بها الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. مثال حكيم بن حزام رضي الله عنه، صحابي، غير له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقصد باسمه الوصف الذي لا يكون إلا لله. قالت امرأة العزيز، يصح هذا عزيز؟ هذا ليس بعزيز. نعم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قصد بالوصف؟ لا يصح التسمي. لكن عندما قال أبو الحكم لماذا؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. هذا ما يمكن يكون، هنا قصد ماذا؟ الوصف. فقال أنت أبو شريح، مفهوم؟ لماذا؟ لأنه تعدي على جانب الربوبية. الأسماء عندنا إذا كان فيها تعدي على جانب الربوبية يمنع، تعدي على الوصف يمنع. عبد المطلب، بعض الناس يقول يصح التسمي بعبد المطلب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نقول أنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك محكم. عندنا نصوص محكمة بين واضحة أنه ما يعبد الأولاد إلا لله، ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن شيء عرف به، لأنه لو قال أنا النبي لا كذب أنا ابن شيبة الحمد ما أعرف أحد، والكلام في باب الإخبار لا في باب الإنشاء أن تسمي أحد. ومن حق الولد على الوالد أن يختار له اسم حسن، وما يعبد الأولاد لغير الله. ولم يسم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة، ولم يتسمى أحد من الصحابة بعبد المطلب. ثم عبد المطلب هذا لقب لعبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، هو ليس باسم عبد المطلب، هذا لقب له. ما له حدث؟ حدث أن المطلب أخذ شيبة الحمد إلى المدينة، لأن أخواله هنا، شيبة الحمد أخواله بالمدينة، وتربى هنا صغيرا. أهل مكة لا يعرف من عبد المطلب، لا يعرف شيبة الحمد. جاء المطلب وأخذ من؟ أخذ الولد وأردف خلفه. تعرف مع الطريق 9 أيام أو 10 أيام حتى يصل إلى مكة، الشمس والحرارة والصحراء وتغير الجو وقلة الأكل ممكن والزاد، تغير لون من؟ هذا الولد الصغير إلى السماء قليلا، مفهوم؟ وما يعرف أهل مكة. فقالوا من هذا الذي خلف المطلب؟ قالوا هذا عبد، يعني إيش؟ عبد مملوك. قالوا عبد لمن؟ قالوا عبد للمطلب. فألصق به هذا اللقب، فقالوا عبد المطلب، عبودية رب ولا هو شيبة الحمد، مفهوم؟ وبهذا كل يزيل الإشكال. ولماذا تذهب إلى المتشابه وتترك المحكم وما تسموه به؟ ها؟
عبد الله عبد الرحمن. نعم.